شيلوا معايا شيلوا معايا. شو هذا؟ شو هذا؟ تعمى شو هذا بك؟ هكيد شي شغلة من بخرة غير أنا مثل ما قلت، معقول فانا ذهب؟ هكيد اسمعنا، من هلا عم لك بالنص بيني وبينك ما بعرف فهنا شروطها ما شروطها. ولك العمى في عيوني عيونك شو طماع، ولا لو كان فهنا ذهب بيكون ربع الذهب اللي فوق بكفيني أنا وياك كل عمرنا. بس المهم ما يتدخل سلنقا ويقلنا هذا لازم يرجع للحكومة من أموال الدولة يعني. شو حكومة ما حكومة، العمى في عيونك ما أخشمك، لازم سلنقا ما يعرف وما لازم حدا بالضيعة كلها يعرف، فهمان ولا؟ فهمان. هذا اللي هات افتحه. حط بوت. هو كمان من هون. ايه بدوك منيح. مصفحين ومنيح حاسبين حساب. لا لا لا. ايه كمان. 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 وعرفتها. شوفوا لا. ما بدي اياك تجيب سيرة قدام حدا بالضيعة كلها. لا خلص كل هذا. بسيرة خلاص تعود. لك العمى بعيونك عم يمخت عليك، هذا مخ هذا. خفيفة. اليوم البحر غلينا، إذا أسعد جاف سمك بكرة غداكي هون رح أقلي لك أكبر سمكتين بالمتوسط. أيو إذا ما جاف؟ لا يختلف الأمر، كمان غداكي هون رح أذبح لك أكبر جيشتين بالمتوسط وأقلي لك هن بدياتي هدول. أي أنا بستاهل. أي لك أه. لك سليم بدي روح على البيت، هلا أبوي بحس. إيه ولا وافترضي مثلا إنه حس، شو بده يصير يعني؟ شو بده يصير يعني؟ ما بتعرف أنت. لك إيه ولا هن هلا شاطين بتاكليهم أنت وهالكفين باكلهم أنا وخالصة، أصلا ما عاد فيني بلا كفوف لأبوكي، صار عندي حالة إدمان. شوف ما شو انت هلا انا طلع فهنا بقلب دهو انت انا شو بدك تسوي شنو هو انت شو بدك تسوي انا اول شغله بعملها بجوز سليم لعفار وانا بدي اياها هيك بنشتري شقفة ارض بنزرعها بنزرعها بوملة بناكل بوملة وليمون وبرتقال بوملة وليمون وبرتقال زراعه صحتين وانا برافو عليك طيب وانت شو بدك تسوي انا بدي اقسم لك هالدهبات كيلو كيلو لا والله نص كيلو نص كيلو وبكل نص كيلو بدي افقع جوازة جديدة وخلي هالنفوس تلحق لتلحق العمى في عيونك شو جلزو وعينك فاضية ان شاء الله يطلع بقلبه تبن مدام هيك مبسوط ان شاء الله مشان نعلفك يا فدام سكوت 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 يلا قدك خلينا نروح هيك نفتحه وشو شو شو مهن القلبه يلا قدك قدك ماشي ماشي ما راح اجاوبك لاني فرحان فهمك